عايز كنبه يا ابن الغريبه. تاع جبال المغرب المقدقة بعد نمشي من هنا. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في ثاني فيديو جديد. المهم الخوت، قبل ما نبداو بالرجوله شويه ديال التفاعل، كنشوف بان التفاعل قلال بزاف في القناه. كنلوح لكم فيديو يوميا، كنشوفوا شحال ديال التمارات نضرب باش كنلوح لكم فيديو يوميا، ولكني في الاخر ما كنلقاش التفاعل. الله يحفظكم الخوت، بالرجوله شويه ديال التفاعل، تفاعلوا مع الفيديو اللي كنحط، ديروا كومونتير وديروا لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش القناه تطلع، وحتى انا نقدر نستمر في هذه القناه هذه. راه ولا كيجينا الاحباط في هذا الاخر هذا الخوت، بالرجوله شويه ديال التفاعل. ويلا نبدا. الذكاء عند المغاربه. الطوبات قتلوني، عييت معاهم في الحلول والو، اما بقات لي غير تالفسه هي اللي غادي تهنيني بهم. تجيبوا تالفسه وتقبوا الحيط ودخلوا امها تما، وهي غادي تكلف بهم، تعرف ويا خوتي اللي غادي يقول يخرجوا حق الرب العالي. كتجيبوا واحد البيدو ماذا بكم يكون بيض باش يبانوا فيه مليح، هاكا كتحط البيدو ها الاولى جات. هودي هودي ما تخاف، هودي ما تخافيش. هذا غادي شفتو تبان الاخرى، ها ها هو زيد هود لامك ايوا هود فراخ زيد. دوكي تالفسه راه تهنشر في وحده، مش زيد نزل انت معليش. دوكي تالفسه راه تهنشر في وحده، على داكشي راهم خايفين مساكن، راهم يهودوا غير بلاتي ما عارف. داير لهم لفعه في وسط هذاك الغار وبداو نعمة سيدي الطب تخرج وحده بوحده وحده بوحده. خطر هذا حقو. هاد الاغلبيه ديال هاد الاسعار اللي جاو من المرتفعين هما مستوى غاديين، لا البترول مستوى غادي ولا الغاز ولا القمح ولا يعني الزيت ولا جميع المواد اللي يمكن تكلموا عليها بانها غلاء مستويات. احنا كحكومه حاولنا نديروا واحد الحزام، حاولنا نديروا واحد الحزام على المستهلك، وقمناها بمجهود كبير، قمنا بمجهود كبير الله يودي. وكنقوموا دائما بمجهود كبير لانه الله يودي. اليوم الطحين، الطحين ما تزادش، الطحين الخبز اليوم بدرهم و20، الدولة كتدخل بين 8 مليار و10 مليار ديال الدرهم سنويا باش كيبقى الثمن ديال الزرع في الثمن ديالو. الله يسمح لنا منكم. الغاز تضربوا تمارة بقات في 40 درهم، خاصها تمشي 140 درهم. الثمن ديال القنينة ديال الغاز بقات في الثمن ديالها، السكر بقى الثمن ديالو هو هو. واحد العدد ديال الاشكاليات اللي حاولنا نحلوا باش نعملوا هذا الحزام. الترونسبور كذلك حتى هو عملنا عليه واحد الحزام، عاوننا الناس لي ترونسبورتي وداك الشيء باش ما يتزاد شيء الثمن على الناس. خيرنا ما يدي غيرنا، داك الدعم مازال غنزيدوا به كله ديال لي ترونسبورتي هذا الشهر هذا ان شاء الله. خيرنا ما يدي غيرنا، عملنا الشاحنات باش لي برودوي يعني المنتوجات اللي كيهزوا الخضره ولا داك الشيء تبقى في نفس الثمن. عملنا الكيران بلي تبغي واحد السيد ولا واحد السيد يمشي للدار ديالهم حتى هو كنعاونوه هذاك الشاحنه باش ما يزيدش في الثمن. الطوبيسات نفس الشيء. المساكن راه دايرين مجهود كبير اصاحبي، راه كاع ما تيناس وراه طيل الله خدامين المساكن. الله يودي الله يسمح لنا منكم والله العظيم، والله ما تتمرضوا ولا التنوض معنا صحيح، وخلينا من الكذب والتحريميات. اش من مجهود دايرين؟ اش من مجهود؟ على مدى تكتبوا على من؟ واش كتكتبوا على شي شعب اخر؟ ما احنا راه عايقين بكم. اويلي هادي اش كدير واش قصدها؟ ما واش قصدها ولا لا الله اعلم. غنصفي ليك نصاحبي ربما تكون مقفلاش. العظيم الا انا ملي كنضرب الكيزه كندير بحال هاد القضيه هادي وحق الله، فندور نوصل يديا ندور نوصل يديا والله الا تيطرى لي بحال هاد المشكل هذا وحق الله العظيم. والله ما كذبت عليكم الا تيطرى لي بحال هاد المشكل قسما بالله. تماما بحالو، كندغل الكيزه كنبغي نطيب شي حاجه كندير واحد اللعيبه ونمشي نغسل يدي نعاود ندير هادي وعاد نغسل يدي. ما عرفت واش مرض هذا ولا شنو، ما عرفتش الله ما عرفت. من دوزو الحرية
الحياه من دوزو عندك اخويا مشى جاي من ليك قال لك طلع من هنا لا لا طلعليش واش غاديليش اش وصلت ما دابش ولا تبان لك واحد الروم فوالا ولا الثانيه لا الثالثة غتطلع معاها نسولك دقيقه بزاف صنع لها راسك شتي اللعب ديال الدراري الصغار هادي ما عرفاتليش اما طير لي هذاك التليفون وتحزق وتخليه ودير فيها الثقه يا خويا وعطيها التليفون حق الله زعما انا جاتكم في حسان ما عارف لا بغات بغات في الله تطير لي التليفون وتخليه مع انه ما يدير وحتى هي خويا طالبه عليها قال لها كي صوني عليا دخلت تاهي النمر وصونت عليه بالزربه ناري يا صاحبي شحال تيرخصوا رسوم هاد البنات هاد واو واو فاش راجلي كيبغي ينكد عليا حشوم عليك صاحبي لا حشوم عليك لا لا هادي في مكناس ما كنعيطولهاش الزيف كنعيطولها الدره هادي ما كنعيطولهاش المانطا كنعيطولها الملاية هادي ما كنعيطولهاش كيكا كنعيطولها المسكوته هادي اخر حاجه وغادي نمشي حنا في مكناس ما كنقولوش ماشي مشكل ولا ما فيها باس كنقولوا ماشكما الله العظيم دابا حنا كنا مغاربه وكل واحد الهضره ديالو كل واحد باللهجه ديالو قال ليها واش درتي البوتوكس لوجهك ناري قتلتني بالضحك هاد تنعرفهم ملي كنكون جاي مثلا تعرفوني غندير معاك شي انترفيو ولا شي حاجه تيقول لك سولا واش كدير البوتوكس علاش غتسولني انت كتشوف فيها مباشره لا واخصني نقول لهم الهضره لا شوف شي دابا شي عميل انا بعد البوتوكس صايي ما البوتوكس ما يصلحليش لان حيت البوتوكس البوتوكس خصك تبقى خصها تحافظ لانه كيقدر يتحول بلاصه وبلاصه وانا كنعس على وجهي والله تنصبح مخمجه كيفاش كنعس على وجهك كنعس على وجهي انا هنا كنعس نعس نعس على وجهي كيفاش ممكن مثلا ندير بوتوكس هنا ولا هكا ولا فمي والله تنصبح معوجه كلي خويا محسنات شعرها او علاش هذا الشيء من نيتها واش هادي هرب لها الفريق ولا منها انا باش يبان لي واقيلا شفت التفاعل طاح ليها بزاف وقلت راه ندير شي حاجه باش نعاود نطلع التفاعل في القناه ديالها شي اللي قلت انا الله اعلم كنت قلت لها راه السيناريو ديال الفاتحه روتيني اليومي كيتعاود مع هادي ترك ما دوزناش قليل وقفت معاك وما عمرني ما منيت ولي العلم فقط حنا ولاد الناس ماشي ولاد الكلاب الوقفة اللي وقفتها معاك ما عمر شي وحدة توقفها معاك وما عمرني ما منيت شو مالك اصاحبي هي واقفة معاك وانت جالس مع وحدة اخرى ماشي تجالس هي كتقول ناعس كاع ممكن نتكلم لا ما ممكنش حتى تكمل هضرتها تفضلي شكرا كنخدم وكنجيب وما عمرني ما منيت دابا واش نتي غتبقاي عاد مني وتقولي انا ما عمرني ما منيت يقدر يكذب على الناس ولكن ما غيكذبش عليا انا بالعكس يقدر يكذب عليك وصف الله ينعلي وحق الله